السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجيل كريم وعلى آله. أهلا 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 بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان ومحطة جديدة من محطتنا في باب نور على الهواء مباشرة على شاشتنا الجميلة شاشة قناة هي. احنا بفضل الله وتوفيقه هنكون مع حضراتكم على مدار 4 أيام في الأسبوع من الجمعة للاثنين على الهواء مباشرة بإذن الله الساعة 3 بتوقيت أم الدنيا. منتظرة كل اتصالاتكم واستفساراتكم وأي مواضيع حابين تطرحوها من دلوقتي على أرقام تليفوناتنا اللي هتظهر أمام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، وكمان رسائل صفحة قناة هي أو صفحتي الشخصية نانسي توفيق على إنستجرام أو فيسبوك، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونجاوب على كل أسئلتكم. تعالوا كده بقى خليني أبدأ معاكم الحلقة النهاردة، وإحنا أول حلقة على الهواء بقالنا شوية ما شفناش بعض، وأقول لكم إحنا كستات أو البنوتات اللي بيسمعوني دايما نقطة ضعفنا الشوبينج أو الشراء، شراء أي حاجة في الدنيا. يعني ممكن كده بنوتة داخلة على امتحانات يبقى مودها مش متظبط شوية، أو عندها مثلا مشكلة أو كده، أول حاجة تفكر فيها تنزل تشتري حاجة جديدة، حتى لو الحاجة الجديدة دي مش لازم تبقى حاجة جديدة، يعني حاجة كبيرة، حتى لو سلسلة، لو أي حاجة تبقى خاتم. ونفس القصة الستات الجميلات دايما تحب تجيب لنفسها مثلا قميص نوم، بيجامة، تجيب حاجة للبيت، تغير حاجة في حاجات ولادها. دايما دايما نجري على الشوبينج، بس قبل ما بنجري على الشوبينج بنسأل على السعر، صح؟ وخصوصا لو كنا داخلين على موسم تخفيضات او الجمعة البيضة او اوكازيون السنوي، الحاجات اللي احنا كلنا كستات بنبقى قاعدين مستنيينها، وتلاقينا بنبدا نحوش قبلها. يقول لك اصل في نوفمبر ده في الجمعه البيضاء ففي خصومات بتنزل ل70%، الحق اوعوا بقى، اوعوا تفوتوا الفرصه. ونبدا نفضي نفسنا ونفكر، ولو ناويه اشتري حاجه لا انا هستنى شويه، ليه؟ لان اصل ده في تخفيضات، ده السيل في المحلات. ونبدا نشوف على السوشيال ميديا طوابير قدام المحلات مستنيه المحل يفتح، او بدات الحركه على الاونلاين شوبينج تبقى كتيره جدا، اصل التخفيضات بدات، اصل الواحد لازم يستغل الفرصه. تخيلوا بقى، طبعا طبعا انتوا تقولوا ايه اللي هي جايه بتقولوا ده، او ايه موضوع الاوكازيون والخصومات والكلام ده. انا جبت لكم المثال ده عشان اقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى بيعمل لنا عروض طول الوقت، لأنه من الأساس خلقنا عشان ندخل الجنة، خلقنا عشان نعبده، عشان ندخل الجنة، فالجنة مستقرنا بإذن الله تعالى. فعمل لنا إيه رب العزة سبحانه وتعالى من كرمه علينا؟ عمل لنا أيام وشهور هدية، نفحات، مواسم للطاعات، مواسم للحسنات وللخير، بتتضاعف فيها الحسنات وبترفع فيها الدرجات. يعني تخيل ان اي عمل صالح انت بتعمله وتنوي بيه خير، سواء الصلاة، صيام، صلة رحم، ابتسامة في وش حد، فك كرب، عيادة مريض، حاجات بسيطة قوي، كل ده تاخد عليه حسنات. احنا في الطبيعي بإذن الله تعالى بناخد فيه حسنات، لكن في اوقات بتضاعف الحسنات دي، زي قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء. الشخص العاقل بقى كده زي الست العاقلة اللي تبدأ تفكر أنا هجيب إيه بسعر كم، أو هستنى الأوكازيون. الشخص العاقل اللي بيسمعنا النهاردة ويبدأ يقول أنا هعمل إيه في موسم الطاعات، أنا إزاي هستغلها؟ يعني ده إحنا بنستغل في حياتنا الدنيوية أي فرصة. ازاي الفرصة الاكبر والهدف الاكبر لكل مسلم يتفرج عليها النهاردة وهو الفردوس الاعلى من الجنة، ازاي نضيع الفرصة؟ كلنا بدأنا نشوف على السوشيال ميديا دلوقتي اعلانات الزينة بتاعت رمضان والفوانيس واغنية اهلا رمضان، ونبدأ بقى يبقى في شوية حنين واشتياق كده، اللي هو يا رب بلغنا رمضان، يا جماعة ده فاضل اقل من 60 يوم على رمضان، وتبدأ الاخبار الحلوة نتداولها مع بعض، ونبدأ نعمل شير للامساكية بتاعت رمضان، لا ده بصوا السنة دي المغرب هيقدم الساعة كذا، لا ده بصوا الفجر كذا، وتبدأ الفرحة كده
تدخل قلب البني آدم بمجرد ان احنا بنجيب سيرة رمضان. يلا بقى نستعد لرمضان اللي احنا بنحبه ومنتظرينه. دايما كنت بقول لولادي هم صغيرين، لما بيبقى في بطل رياضي عايز يكسب في مسابقة او في بطولة او في منتخب او في كاس او في دوري، لازم يتمرن، لانه لو ما اتمرنش مع اول 5 دقايق في الماتش اللي هو نازله، يا هيحصل له شد، يا هيحبط، يا هتراجع، يحصل له كسر. ليه؟ على حسب تمرينك وتأهلك لنزولك للملعب، هو ده اللي هيخليك يا فت، يا قادر انك تلعب وتجري وتبقى كلك حركة ونشاط، يا اما من اول 5 دقايق ممكن تركن. احنا عايزين نعمل كده في العبادة، عايزين نبدأ نهيئ أنفسنا وأرواحنا لرمضان. مش هينفع أن أنا أجي ليلة رمضان هوب يلا اظبطوا المنبهات، يلا بقى يا جماعة إحنا عايزين نصلي الصلاة في ميعادها، يلا بقى عايزين نعمل عمل خير. جميل جدا إن ده نعمله بإذن الله في رمضان، ولكن كل ما مرنت نفسك عليه بدري، كل ما دخلت رمضان بهمة، زي اللي نازل بطولة، زي اللي عنده دوري، زي اللي عنده حاجة عايز يجيب فيها مجموع. كل ما كنا من دلوقتي بنتمرن على الأعمال الصالحة والعبادات، كل ما بإذن الله ما رمضان هتبقى عباداته كلها بالنسبة لنا ميسرة، وبإذن الله تعالى ما يكونش فيه أي عطلة في أن أنا أؤدي أي طاعة معينة. طب هنعمل إيه يا نانسي؟ أول حاجة هنقلل من كل حاجة إحنا عارفين من جوانا أن هي بتدينا معاصي أو بتخلينا نبعد شوية. كل واحد فينا ترمومتر نفسه يا جماعة، كل واحد فينا عارف ايه الحاجة اللي هو بيعملها ومقصر فيها. يبدأ من دلوقتي خطوة، مش هقولك خد 10 خطوات عشان ما تحبطش، خد خطوة صغيرة. اللي ما بيصليش خالص يبدأ يصلي، اللي كان بيأخر او يجمع الصلوات مع بعض يبدأ يظبط المنبه او ينزل تطبيق على الموبايل علشان يذكره انه يلا دلوقتي الاذان. اللي ما بيصليش الفجر يبدأ من دلوقتي يمرن نفسه. اللي مش بحب الصيام او بيتعب في الصيام يبدأ من دلوقتي اثنين وخميس. المصحف، ارجوكم نفتح المصحف، ارجوكم بلاش نستنى ليلة رمضان وننزل نشتري الاستند بتاع التراويح. نبدأ من دلوقتي 2 ركعة قيام بعد العشاء، مش هتاخد منك وقت. سبحتك طلع لكم اهو النهارده، جايبه لكم السبحه عشان افكركم. سبحتك دي ما تسيبهاش، دي في شنطتك، في جيبك، في عربيتك، في كل وقت مش معاكش السبحه العداد. المهم انك تبقى بتوفر لنفسك البيئه والادوات اللي تخليك دايما في حاله طاعه. اسال نفسك كده كل يوم سؤال الصبح، انا عملت ايه النهارده قربت بيه لربنا؟ قبل ما انام بالليل 100 استغفار على طول، قادر ان انا اكتر من 100 استغفار توكل على الله. كلمت حد النهارده تعبان سالت عليه، طب بعت له رساله. طيب النهارده وانا نازله من باب العماره بتاعتي سلمت على حارس العقار. طب ركبت الاتوبيس او ركبت المواصلات شكرت الراجل وانت نازل، دعيت له دعوه حلوه. شفت حد تعبان معدي في الشارع، حد عجوز دعيت له ربنا يا رب يبارك في عمره ويديله الصحه. حاجات بسيطه جدا لو عملناها هيبقى إن شاء الله عداد حسنات لا يتوقف. ده من دلوقتي، عايز تطلع صدقة طلعها من دلوقتي، محدش ضامن أصلا أنت هتبقى موجود أو أنا هبقى موجودة في رمضان ولا لأ، ولكن اللي أنا ضمناه اللحظة دي أنا مش ضامنة بكرة. فأبدأ من دلوقتي. كنت بقول لكم نفتح المصاحف، أرجوكم مش هقولك افتح خلص جزء بعد كل فرد، إن شاء الله صفحة في اليوم، صفحتين في اليوم. مش متعودة تقري سورة البقرة، اصحي كل يوم الصبح ادي لنفسك ساعة الا ربع اقعدي اقريها. نسمع دايما حاجات، نسمع ما يفوتش اسبوع علينا من غير ما نسمع درس دين. ده يعني ربنا يبارك لنا في السوشيال ميديا كل مشايخنا الوسطيين، الحمد لله عندهم صفحات على الفيسبوك، عندهم حاجات على قنوات على اليوتيوب. افتح واسمع، ثقف نفسك، اعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف ايه الصحابة كانوا بيعملوا ايه في رمضان. تعالوا ما نستناش، اللي عنده عرض وعارف انه عايز يغتنمه وينتهزه لازم من دلوقتي يبدأ يجهز له. بلاش نحرم نفسنا من التعرض للنفحات والرحمات اللي سيدي وحبيبي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا.
صدقت يا حبيبي، صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بدأنا امبارح شهر رجب، كل عام وإحنا أقرب إلى الله، وفي دايما خطوات في السيرة النبوية يعني لحبيبها لحبيبنا صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. فيا رب إن شاء الله كده بإذن الله تعالى تبقى رجب السنة دي جاي في بداية سنة جديدة، تبقى بداية لينا إحنا. طبعا كلنا عارفين إن رجب من إحدى الأربع أشهر الحرم لربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ربنا يعيننا جميعا على طاعته ويبلغنا رمضان وإحنا في أحسن حال، ويرزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال. رغيت معاكم كتير قوي صح، زهقتوا؟ طيب تعالوا بقى نطلع مع بعض الفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا اللي بينورنا النهاردة في باب نور على شاشة، هي فضيلة الشيخ الدكتور عاشور أبو العلا من كبار علماء الأزهر الشريف. ما تروحوش في أي حتة، وصلوا على النبي وانتظرونا بعد قليل جدا إن شاء الله. ورجعنا لحضرتكم مرة تانية في باب نور على شاشة هي، وبنجدد ترحيبنا بحضراتكم وبفضيلة الشيخ الدكتور عاشور أبو العلا من علماء الأزهر الشريف في حلقة النهاردة، وهي إزاي نغتنم شهر وموسم الطاعات في العبادة وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. منورنا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا ينور حياة حضرتك وأوقاتك. آمين. بالإيمان إن شاء الله. آمين يا رب. الله يكرمك يا رب. دكتور عاشور طبعا كل سنة وحضرتك بخير، وحضرتك والأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة. آمين يا رب العالمين. بدأنا امبارح شهر رجب والأيام تبدأ تجري قوي قوي قوي، ومرة واحدة نسمع أهلا رمضان. نعم. إزاي نغتنم موسم الطاعات في ان احنا ما ننتظرش، ازاي نبدا من النهارده؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. الله عز وجل من حبه لنا ورحمته بنا يمنحنا منح من فتره لاخرى ومن ان لاخر. من هذه المنح مواسم الطاعات التي تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات. بتبدا مواسم المنح بشهر رجب. وشهر رجب يا دكتورة نانسي شهر مهم جدا وله فضل كبير، فمن فضله أنه الشهر السابع في التقويم الهجري، ومن فضله أنه شهر حرام، ومعنى حرام أن الله حرمه لمكانته ولأهميته، وأن الله حرم فيه القتال. شهر رجب بيبدأ هو طليعة الأشهر الحرم، هو وحده منفرد، ثم تأتي بعد ذلك ثلاث متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. يبقى عندنا السنة بالسنة الهجرية فيها أربع شهور ربنا عز وجل سماها أشهر حرم، وقال سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن أنا في شهر رجب مطالب مني أن أنا ما أظلمش نفسي. إزاي البني آدم دكتور عاشور يظلم نفسه؟ يظلم نفسه بأمرين، الأمر الأول أنه يقصر في طاعة الله عز وجل، الأمر الثاني أنه يقترف ما حرم الله عز وجل. يبقى أنا عندي افعل ولا تفعل، الوحي الشريف هناك أمور أمرت بها إذا قصرت في النهوض بها فقد ظلمت نفسي، وهناك أمور حرمت علي إذا وقعت فيها واقترفتها ظلمت نفسي. يبقى لا تظلم نفسك بمعصية الله، لا تظلم نفسك بالتقصير في طاعة الله، لا تظلم نفسك بعدم اغتنام مواسم الطاعات. حضرتك في المقدمة ضربت مثال هايل جدا ورائع جدا، وهو ان الناس لما يكون في اوكازيون في اي معرض او في اي سوق كل الناس بتتكالب عليه ونفضل نقول لبعض طبعا ونبعت رسائل وفرصة وعروض وكله سعيد جدا بها. ليه؟ لان هو بيتزود من حاجة اسعارها رخيصة. طب ربنا عز وجل عامل لك مواسم للطاعات وبيقول لك تزود، وبيقول لك الحسن عندي بعشر امثالها، وبيقول لك اوعى تفعل معاصي لان المعصيه عندي برضه في الاشهر الحرم مضاعفه. ينفع احنا بعد ذلك نقف مكتوف اليدين نعمل نفسنا مش من هنا نحرم نفسنا؟ ده انت في الدنيا، وانا بقول للمشاهد الكريم وللمشاهده الكريمه احنا في الدنيا، الدنيا قنطره لاجل الاخره، فحذر انك تقف مع القنطره وتنسى انك رايح لمكان اخر، انك هتعبر. فشوف حضرتك هتتزود بايه، ولذلك دايما ربنا يقول لنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. تزود اغتنم بقى،
يغتنم الأشهر الحرم، لأن الشهر ده شهر كريم، شهر مبارك، شهر عظيم. تخيلي حضرتك إن اسمه رجب، رجب معناها عظيم، يقال رجب السيد أي عظمه. الله. والترجيب هو التعظيم، فهو شهر معظم. يعني ده من اسمه واضح أهمية الشهر من ده اسمه. ده ابن حجر بيقول لنا إن ليه 18 اسم كلها أسماء بتدل على فضله، منها إنه رجب يعني التعظيم، ومنها إنه رجم بقلب الباء ميم يعني يرجم ويطرد فيه الشيطان لكثرة طاعة بني الإنسان. لا دي معلومة جديدة، أول مرة أعرف إن شهر رجب اسمه رجم اللي هو بيرجم فيه الشيطان. نعم. ده أكيد من المفروض إن إحنا بقى من كثرة الطاعة والعبادة، من كثرة الطاعة الشيطان كأنه يرجم فيه، كأنه يطرد ويبعد فيه. ما هو الشيطان حضرتك مهمته الأساسية إيه؟ يبعد بالإنسان عن ربنا، ولا أضلنه ولا أغوينه. إذن مهمته الإضلال والغواية. طب إحنا أطعنا بيتضاءل ويصغر وكأنه يرجم. ومن أسماء هذا الشهر الأصب، الأصب لأن الخير يصب فيه صبا. الله. ومن أسمائه أيضا المعلى لمكانته ورفعته، ومن أسمائه الأصم. تخيلي حضرتك سمي الأصم ليه؟ العلماء قالوا سمي الأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة سلاح، ما فيش قتال. يعني شهر المفروض يكون كله سكون وطاعة. ده في معنى تاني جميل جدا للغرض من اسمه الأصم. طب ينفع ناخد المعنى بس في اتصال لحضرتك؟ طبعا اتفضلي. يلا بينا ناخد أول اتصال معانا على الهواء. رحمة من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رحمة. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي. عليكم السلام. اتفضلي يا حبيبتي، ممكن استأذنك بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون بعد إذنك؟ شكرا يا رحمة، اتفضلي يا حبيبتي. ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحتي؟ أكيد، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا في حد متقدم لي والحد ده بابا رافضه يعني. الصوت واطي، هو بيكلمني في على الموبايل اللي هو كلام مثلا جاي لك عريس بس بابا رافضه، هو بيتواصل معاكي على الموبايل. بس هو لما بيكلمني تمام يعني بيقول لي هبعت مثلا لوالدك الحد فلاني الفلاني، ايه رايك مثلا؟ اقول له مثلا بابا عارف الشخص ده، ممكن تبعته لا. بس طب سبب رفض الوالد ايه؟ موبايل، مفيش اكتر من كده. يعني انت تقصدي ان انت العلاقه بينك محدده يعني، بينك وبينه. طب هو بابا رفض ليه يا رحمه؟ هو يعني مش عارف، بس هو بابا رفضه رفض. انت عندك كام سنه؟ لا بلاش ده ومش عارف. انت عندك كام سنه يا رحمه؟ نعم. عندك كام سنه يا حبيبتي؟ ماشيه في 18. طب وهو عنده كام سنه العريس؟ 20. طب وبتدرسي؟ اه. وهو الولد العريس يعني خلص دراسته 20 سنه لسه ما لحقش خالص؟ لا هو مش متعلم اصلا. طيب يا حبيبتي انت عرفتيه منين او يعني اتعرفتوا على بعض ازاي؟ تمام. جيراننا في المكان اللي احنا قاعدين فيه. جيرانكو يعني اكيد بابا شايف تفاصيل انت مش شايفاها صح؟ طيب. لا بس يعني هو الحد كويس، كويس جدا. الحد مين يا رحمة؟ هي بتقول حد كويس ولا حد كويس؟ ولا هي بتقول حد كويس. حد هو بني ادم كويس تقصدي؟ طب كويس ليه يعني؟ في ايه؟ عرفت كويس ازاي يا رحمة؟ هو بيصلي وملتزم في الصلاة ودايما يعني بيقول لي لبسي دايما واسع وخمار، يعني بينصحني بحاجات كويسة كتير صلاة. حاضر يا حبيبتي، شكرا يا رحمة. طب اتفضلي رجعوها لي تاني على الهواء يا شباب. يا استاذه رحمه انت معانا. أيوة. حبيبتي قولي لي سؤالك ايه. السؤال التاني اتفضلي. بابا حلف برضو على مامتي اللي هو تحرمي عليا دنيا واخره لو خدت الحد ده الشخص ده. يعني بابا ماما عارفه العلاقه اللي بينك وبين الشخص، وهو قال لها ان هي تحرم عليه كزوجه لو وافقت او بركت الجوازه دي او الخطوبه دي صح؟ طيب عايزه تعرفي ايه بقى؟ عايزه تعرفي حكم الشرع في يعني في اليمين ده ولا ايه؟ وعايزه برضو اعرف يعني كلامه ليه في التليفون، هل كده حرام؟ بس هو يعني مفيش حاجه بيقولها ولا اي حاجه خالص، ده بس وكلامه هي بيبقى عادي خالص. لو هبعت حد مثلا. دي ماما اللي جنبك يا رحمه صح؟ ماما اللي بتقول لك صح؟ ايه؟ ماما اللي جنبك صح؟ ربنا يبارك لك فيها حبيبتي. حاضر، ربنا يخليك. حاضر، شكرا جزيلا. شكرا رحمة من الفيوم. طيب السؤال اللي بيجي دايما من شابات صغننين لسه في المدرسة ولسه يعني في مقتبل العمر، وتبدأ تعجب واحد وعلاقة التليفون مع التحفظ ان هي بتقول العلاقة اللي في التليفون دي مفيش فيها اي حاجة وبعلم والدتها بس والدها رافض.
تعمل ايه؟ ده السؤال الاول. طيب احنا بالاول لازم نفهم رحمه، مش هي السائله اسمها رحمه؟ ايوه. لازم نفهم رحمه، نقول لها يا رحمه انت لسه صغيره 18 سنه، يعني صغيره لسه، ولسه بتدرسي، وخبراتك في الحياه قليله مش كتير، والزوج اللي انت حضرتك او الشاب اللي تعرفيه ده بتشوفيه انت رؤيتك ليه عابره، كونه بيروح يصلي او كونه بيتكلم معاك كويس ده مش دليل انه كويس، مش شرط، ممكن يبقى غير جيد. فالاحسن انك تسمعي كلام والدك وتحاولي بكل الصور تقطعي العلاقه بينك وبين الشاب ده. لو هو مصر يستخدم اساليبه، يبعت والده، يبعت حد ليه تاثير على والدك. طب ترك الباب مره واثنين وثلاثه وهم رافضين، خلاص نقطه ومنول السطر، الملف يتقفل. ما ينفعش في تواصل عبر الهاتف، ما ينفعش تواصل معه عبر الهاتف. دلوقتي في كلام محترم ومنضبط، بعد كده هيبقى في تجاوزات. ربنا بيقول لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وكمان والدتك عليها انها ما تعنكيش على الاسترسال وانك تستمر في العلاقه دي، مرفوض، انت لسه صغيره، كملي والامور هتبلج بعد كده. حد ده بيسموه يا دكتوره نانسي، بيسموه الحب العذري، يعني هي لسه ما اختلطتش بحد. هي بتقول مبسوطه ان هو بيقول لها بس محتشم، صلي. هي سعيده بان في حد بيهتم بيها، بالظبط كده. ففي ميل للاهتمام. حتى الشعر العربي بيقول لنا كده: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هو لسه ملوش خبره، هي ملهاش خبره. فاحنا بنقول لها خليكي مع والدك للنهايه، لان والدك بيرى ما لا ترين، عنده رؤيه، عنده خبره. طيب اليمين اللي حلفوا على والدتها، لو الاول لازم هي تقطع الاتصالات. جميل. وهو لو مصر عليها وشاريها فعلا، يحاول مره واثنين وثلاثه، اغلق الباب خلاص. بالظبط. مش كل حاجه عاوزينها هناخدها، اكيد الخير مش فيها، اكيد الخير مش فيه. لا، واكيد النهارده لو حضرتك عصيتي كمان ما فيش مانع ان احنا نقعد مع الوالد ونسمعه ونشوف رؤيته ايه. طبعا. الام بقى بدل ما هي قاعده مع بنتها تقعد مع زوجها وتقول له انت عاوز، انت بترفضه ليه؟ ممكن يقول لهم حاجات معينه واسباب تقنعهم. الاسره قايمه على الحوار، لازم يبقى في حوار بينه وبين بنته وبين زوجته. طيب ايا كان اليمين اللي بيبقى عمال على بطال في الاسر والمجتمع العربي، مع اي خلاف على اي طلاق، لو عملتي كذا هتحرمي عليا، هتبقي زي امي واختي، لو ما اعرفش ايه. راي حضرتك ايه او الحكم الشرعي في ربنا عز وجل جعل الرجل قوامه واعطاه صلاحيات. لما بيسيء استخدام الصلاحيات ده شيء سيء. انت الطلاق في ايديك، مش عشان تستخدمه كل مره. لكن كلامه لزوجته تحرمي عليا، تحرمي عليا دي اختلف فيها الفقهاء، ناس قالوا انها طلاق، وناس قالوا ان هو مفهوم ان هو يكفر كفاره يمين. بس المقصد هو لما قال لزوجته تحرمي عليا، يعني هو عاوز زوجته تبتعد عن الملف ده. انا بهيب بالزوجه ان انت تسمعي كلام زوجك وحاولي تعقلي بنتك، وعودي مع انت همزه الوصل بين زوجك وبين بنتك. الله. ممكن زوجك يقول لك حاجات مش هيقولها لبنته. صح. انت هتعرفي توصليها لبنتك. ل 18 سنه دي لسه في اولى جامعه. فاحنا نحاول بلاش نقوي قلب البنت، ونبقى تبقى الام والبنت فريق والاب فريق. بارك الله فيك يا الله مولانا. طيب معانا ندى من الدقهليه نجوى. اهلا يا نجوى من الدقهليه، منورانا. منوره بحضرتك. اشكرك يا حبيبتي، استاذنك بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون بعد اذنك. حاضر. شكرا يا حبيبتي، اتفضلي. حضرتك انا كنت متجوزه عند عمي، وعمي بعت ثلاث اشهر، وعمي ما حصلش نصيب، وابنه ضربني من البيت وكده. والمهم يعني بعد طول يعني اسيت كتير بصراحه، وكنت حامل في ابني ثلاث شهور. فالمهم دلوقتي بعد يعني طول انتظار، هو كان حق، قعدت 15 سنه، وفي الاخر هو خد العفش واللي هو الخشب يعني والذهب والكلام ده، وجه ابنه يعني. المهم اللي حصل، يا عم ده احنا اتكلمنا مع بعض، بس انا قلبي مش صافيله. ده عم ده توفى، ولما جه وهو خارج من الجنازه قلت حسب الله ونعم الوكيل، وبقف على التراب بتاعته وبقول ربنا ما يرحمك. هل هذا حرام ولا ايه؟ لان انا نفسياتي مش صافيه. يعني هي طلقت من ابن عمها؟ اتطلقت وبعدين رجعت بعد اسف كتير. بعد اسف كتير. بعد جميل. 6 سنين. ودلوقتي انت دلوقتي على ذمته يا نجوى؟ لا حضرتك، انت خلاص مش على ذمته. زمان وتزوجت من اخر. بس انت لسه بقى شايله في قلبك اللي عمله معاكي حماكي الاولاني.
ايوه، لانه هم يعني نفسي مش لسه مش صافيه لهم، لانهم بهدلوني وقاسوا عليا كتير وبهدلوني. طب وانت علاقه بينك وبينهم دلوقتي يعني مثلا، انت ليه لسه في علاقه بينك وبينهم؟ انت خلاص تزوجتي وبقى عندك اسره تانية، ليه الموضوع مفتوح بينك؟ لان ده عمي، هو عمها في كرامه، في طفل بيننا وبين بعض، في جدع يعني ابن انا بيننا وبين بعض. طيب يعني انت تقصدي ان ابنك يعني اللي بينك وبين الاسره دي هو اللي بيفكرك وبيعيد عليكي ذكرياتك السيئه مع الراجل ده الله يرحمه؟ طيب ايوه، حتى انا ابني ذات نفسه بيقول لك انا بطير رحمي. بس معلش ما سمعتش؟ ابنها بيقول لها انه بيصل الرحم. اه يا حبيبتي يا حبيبتي، خلاص شكرا يا استاذه نجوى، الف شكر. بنقول للاستاذه نجوى انت من حقك تنزعجي من الظلم اللي وقع عليكي، من حقك، لكن ما تتركيش لنفسك العنان ان شعورك بالالم يتمكن منك الفتره القادمه. ليه؟ لانه بيبعدك كتير عن ربنا عز وجل. طب بتقول لحضرتك بتروح لحد المدافن وتقعد نعم. تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص الظلم بيبقى هو الظلم، هي يعني شكت الى الله، لكن الايام بتنسي. ربنا عز وجل عوض عليك بزوج اخر ورزقك من الزوج الاولاني بولد، والولد ده يبدو انه بار من خلال كلامك انه بيقول لك انا عاوز اصل رحمي. لا تؤذي ولدك في عمه ولا في اقاربه، انت سامحي عشان يسمح لك. رسول الله بيقول اسمح يسمح لك. الله على الحديث. والله عز وجل يقول والعافين عن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه ادخله الله الجنه ودعاه في الجنه وخيره من الحور العين ما شاء. يعني حضرتك يوم القيامه لما هتعفي عنه ربنا عز وجل يعطيك قصور كثيره جدا بسبب عفوك عنه. وكمان احنا مامورين احنا نتخلق باخلاق الله، لما نتخلق باخلاق الله ونعفو عن الناس الله يعفو عنا. اللهم إنا يذكر عن بعض الصالحين يا دكتوره نانسي انه كان لما حد يساله ويجي يرجع تاني العلاقات يقول له انت بتعامله كويس ليه؟ ده اسالك، فيقول الماضي لا يذكر، الماضي لا يذكر. فين احنا من الحديث؟ فمرت الايام وانتقل الى الله، فرآه بعض الصالحين وقال ماذا صنع الله بك؟ قال أوقفني الله بين يديه وقال لي الماضي لا يذكر أدخله الجنة. الله الله الله، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. فاحنا بنقول لها يعني سمحي وعفى الله عما سلف وحاولي. الراجل انتقل إلى رحمة الله، توقف الأذى. نعم ربنا يعفو عنا جميعا يا رب. دايما الواحد بيقول بندي من الحاجة اللي احنا محتاجينها، كلنا محتاجين عفو من الله سبحانه وتعالى. اه طبعا الظلم اللي بنتعرض له ساعات بيبقى اكبر من قدرة اي بني ادم على التحمل، ولكن بيبقى ساعات غافلين كده عن وجود ربنا سبحانه وتعالى اللي مفيش حاجة بتعدي كده. فمش معنى ان حقك ما رجعلكيش في الدنيا انه مش رجع لك، ده هيرجع لك اضعاف زي ما دكتور عاشور ابو العيلة قال لك وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. ربنا يا رب يرفع الظلم والبلاء عن كل مبتلى. امين يا رب، اللهم امين. استاذنكم نطلع مع بعض الفاصل سريع ونرجع تاني نكمل على الهواء مباشره حلقتنا في باب نور بعد قليل جدا، ما تروحوش في اي حته وصلوا على الحبيب عليه الصلاه. ورجعنا لحضرتكم مره تانية على الهواء مباشره في باب نور، وبيشرفنا فضيله الشيخ الدكتور عاشور ابو العلا من كبار علماء الازهر الشريف، ومكملين معاكم حلقتنا وازاي نغتنم موسم الطاعات ونبدا من دلوقتي نمرن انفسنا وارواحنا على العباده والتقرب الى الله قبل شهر رمضان الكريم. دكتور عاشور، احنا عارفين ان احنا في شهر من اشهر الحرم. نعم. وشهر عظيم جدا جدا زي ما حضرتك تفضلت في بدايه الحلقه وقلت لنا. نعم. وإحدى أسمائه شهر الأصب. نعم. اللي بيصب الخير فيه. نعم. إحنا النهاردة كأي واحد وأنا قبلكم عايز أعرف أبدأ أعمل إيه من دلوقتي. جميل. إيه الأعمال اللي أبدأ يعني من النهاردة؟ أيوة تمام. إحنا طبعا عندنا موسم أكبر من رجب وشعبان اللي هو رمضان. جميل. ودايما رجب وشعبان مؤهلين لرمضان، والإنسان لا يصعد السلم مرة واحدة، درجة درجة. مستحيل أنا أكون بعيد عن الصلاة وعن الطاعات ومنغمس في المعاصي وهاجي فجأة وطفرة في أول رمضان أبقى أول المصلين وأكثر الناس ذكرا وأبقى تالي لكتاب الله. هيتعب يومين والثالثة مش هيحصل، هينتكس. وده سر انتكاس ناس كتير جدا في رمضان، إنه بيبدأ قوي في أول 10 أيام أو أول أسبوع. بدأ حتى إحنا في المساجد بنلاقي الناس بتنفض بعد العشر الأوائل من رمضان بسبب إنه ما تعودش الطاعة. سيدنا ابن مسعود كان يعلمنا ان تعودوا الطاعه فان الخير عاده.
الخير عادة. الله على فاحنا كلمة. بنقول لو لم يكن في رجب من فضل إلا إنه يأهلك لرمضان لكفى. ليه؟ ليه يا دكتورة نانسي؟ لأن رمضان مهم جدا، أنت المفروض تأهل نفسك ليه. تخيلي حضرتك إن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا مخليين العام كله رمضان، تقولي لي إزاي؟ أقول لك قبل رمضان بست شهور يدعون الله اللهم بلغنا رمضان. ليه؟ لأنه مدرك لقيمة رمضان وخطورة رمضان وأهمية رمضان. طب بعد ما ينفرط عقد رمضان وصامه وخلاص وربنا أعانه، يظل ست شهور تانية يقول اللهم تقبل مني رمضان. الله، ده احنا لو عشنا بالمبدأ ده كفانا. فاحنا بنقول رجب جه رائحة رمضان هلت حقيقي، الإيمان طل برأسه حقيقي، فعلينا أن نغتنمه. ابدأ أول حاجة أضبط صلواتك الخمس. أول حاجة أحب الأعمال إلا الصلاة على وقتها، أفضل حاجة الصلاة. لو أي مسلم، أنا أتحدى أي مسلم لو صلاته انضبطت كما ينبغي، أتحدى أن في ملف في حياته هيبقى مش منضبط. علاقته بزوجته هتنضبط، علاقته بأصدقائه هتنضبط، علاقته بعمله هتنضبط، علاقته بأولاده، جسمه بيولوجيا هينضبط. يا خبر أبيض، يعني إيه الجمال ده؟ يعني أنا جسمي بينضبط لما حافظ على الصلاة. تخيلي حضرتك أن علميا، وكلام ده يعني مش تخصصنا بس الناس كلها تعرف هذه المعلومات، علميا الإنسان لما ينام أول الليل لو نام أكتر من 7 أو 8 ساعات بيبقى أكثر عرضة لجلطات وسكتات طبعًا دماغية. طبعا طبعا. طب لما يجي يستيقظ للفجر، حسام موافق أكده، لما يجي يصلي الفجر بقى يبقى هينام 5 ساعات بس، يبقى قبل ما الجسم يبدأ يضعف وحركة الدم في الجسم تقل وتضعف هو بيقوم. فبمناسبة صلاة الفجر يا دكتور، دايما تلاقي دايما معظم الناس مشكلتهم في صلاة الفجر، في الاستيقاظ لصلاة الفجر، خصوصا مع البرد الشديد، ومع ان الواحد يعني بيبقى في البرد غير الحر، الحر الناس تبقى سهرانة في الصيف وكده، لكن مع الشتاء تلاقي الناس كلها منكمشة. ودايما السؤال ده بيجينا على السوشيال ميديا، ازاي اصحي نفسي لصلاة الفجر؟ وهل فعلا لو نمت وصحيت صح يعني خلاص صحيت 8 الصبح 7 الصبح رايح الشغل وصليتها، يبقى انا كده بصلي الفجر قضاء؟ هقول لحضرتك المسألة مسألة نية، إرادة، عزيمة. إن يعلم الله في ملعبنا، كرة بقت في ملعبنا. طبعا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والله لو أي حد فينا مسك الهاتف بتاعه وظبط المنبه إن هو عاوز يقوم الفجر، وجيه هو وضع راسه على الوسادة كده وقال يا رب أيقظني لصلاة الفجر، ما تحرمنيش من الوقوف بين يديك، هيقوم الفجر. بدليل إن لو أي حد فينا عنده معاد مهم او ارتباط بحاجه بيقوم جري، وامتحان لو ساعه في الطلاب في اثناء الدراسه ينام يقول لوالده صحيني وللدنيا كلها، وينام الساعه يقوم قبل ما يجوا يصحوه. صح، لانه عقله الباطن بيوقظه. فالاراده العزيمه، بعد كده بتاتي المعونه. هو يبدا الاول يبقى عنده اراده ويبقى وعنده عزيمه وياخد باسباب وينام مبكرا، يدعي ربنا يصدق، اول ما يسمع الهاتف يقوم مره في مره، ربنا عز وجل هيجعلها عاده له، عادة له. ولازم يستشعروا فضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده. كنت هقول فضل القيام لصلاة الفجر في وقتها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني ما تتوضى في البرد ده ربنا بيمحو خطاياك ويرفع درجاتك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كأنك مجاهد في سبيل الله. طيب الفجر نفسه، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. حتى لو بنصلي في البيت كسيدات، ان السيدات أصلاً الأصل في البيت. جميل. كونها تستيقظ في الظلمات وتسبغ الوضوء على المكاره لها نور تام يوم القيامة. الوقت المفضل يا مولانا صلاة الفجر وقت التغليس اللي هو وقت الظلام؟ وقت صلاة الفجر لما بيؤذن كده دخل وقت صلاة الفجر، بينتهي بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة. في وقت مفضل، وقت تفضيل أو وقت كراهة؟ بينتهي عند الشروق، ينتهي عند الشروق مش بعد الشروق. طب اللي صلى الفجر بعد الشروق ما بقاش فجر؟ هقول لحضرتك لو انا متعود اصلي الفجر دايما دايما، وبعدين في يوم من الايام رغم ارادتي غلبتني عيني وانا ظابط المنبه ونايم بدري، بس حصل حاجه ما ادريتش، عندي ابن بيبكي او بنت بتبكي، قمت في البيت حد مريض ضاع عليا الفجر، ساعتها لو قمت الساعه 9 الصبح ده وقت الفجر، قيم صلاتك وصلي، وده حصل مع النبي. لو في نيتك وطبيعتك انك محافظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات ناموا عن صلاه الفجر، الروايه بتقول ما ايقظهم الا حراره الشمس،
فأمر بلالا أن يؤذن ويقيم الصلاة. الله. وده معنى قول رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر فإن ذلك وقتها. يبقى إحنا أول روشتة معنا النهاردة. لكن الناس اللي بتنام يا دكتورة وما بتصليش أصلا ويجي ده عنده مشكلة. اللي بيقوم الساعة 8 ده عنده مشكلة. يبدأ بقى يحلها عشان قبل دخول شهر رمضان. أيوة إن شاء طبعا الله. لازم يحلها. لأن الصلوات الخمسة دي أول شيء إحنا يوم القيامة عشان يقام لي حساب بين يدي الله لازم يتبص في الصلاة الأول. في صلاة نتكلم بعد كده في الباقي. مفيش صلاة لا إركن. أنا هسأل حضرتك وأسأل المشاهدين الكرام. هل ممكن وظيفة أعلنت عن طلب هيئة معينة أو مؤسسة أعلنت عن حاجتها للموظفين؟ والعمل وتقديم الأوراق هيبدأ من يوم 1 يناير ل 10 يناير. وأنا ما قدمتش أوراقي. هل ممكن أنتظر إن هم يتصلوا عليا؟ لا طبعا. أنا ما قدمتش. الأوراق اللي بتقدمها حضرتك في علاقتك بالله عشان يوم القيامة يقيم لك حساب الصلاة. يعني دي كبداية. بداية. مفيش بقى حد له بداية غير إذا كان بيصلي. ألف ب التزام وعلاقة قوية مع الله الصلوات على وقتها. ألف ب الالتزام. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة في وقتها يا رب إحنا وذريتنا وكل أحبائنا. ناخد معانا اتصال من الفيوم. زينب السلام عليكم يا زينب. ماشي شوية كده وأكلمك شوية وأكلمك. يا زينب أنتِ على الهوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك يا فندم. ليا اخ كان متجوز 2. اتفضلي. الو. ايوه حبيبتي سامعينك. ليكي اخ متزوج 2. الاولانيه انفصلت وطلقها. يوم القيامه هيتقابل على مين فيهم الاولانيه ولا الثانيه؟ هو بيحب مين يا زينب؟ بيحب الثانيه. ماشي حاضر. هو معلش سؤال يا فندم. انا اسفه معلش. اتفضلي حضرتك. انا منفصله وبهبط 500 جنيه بس، وانت طبعا عارفه في الزمن ده 500 جنيه ما بتعملش مصلحه. فعايز اجيب انا يعني عارفه في البقاله وكده عن المرحوم والدي، فعايز اجيب كارد واعمل به مشروع. حرام ولا لا؟ حاضر يا حبيبه قلبي. ماشي يا حبيبتي. شكرا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا استاذ زينب بصوتك الجميل. السؤال الاول. ايوه. اللي ناس كتير بتسأله. جميل. موضوع الزوجة. هو ستنا أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن المرأة بتتزوج أكثر من رجل، زوجها يموت وتتزوج، زوجها التاني يطلقها وتتجوز، زوجها بعد كده يموت. المهم إنها ممكن الظروف تحكم إنها تبقى زوجة لأكثر من رجل في فترات متعددة. ده مات، ده طلقها. طبعا مفهوم. يوم القيامة دخلوا جميعا الجنة هي وجميع أزواجها، تكون زوجة لمن؟ تختار بقى. لا مش هتختار. ولا الأخير صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون زوجة لأحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا؟ أحسن واحد كان بيعاملها تبقى زوجته. وقال لستنا أم سلمة لقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. الله. الحسن الخلق ده موجود في كل حاجة. أنت مين كان بيعاملك أحسن؟ طب السؤال دلوقتي هو هي بتسأل هو هيتجوز مين فيهم؟ طب أنا متزوج زوجة واحد، هو السائل متزوج زوجة وطلق، ممكن الطلاق ما يكونش كره، ممكن يكون لأسباب معينة مثلا وتزوج الأخرى. لو الزوجة ما تزوجتش اللي طلقها دي هي خلاص ما بقتش زوجته. خلاص هتبقى زوجته ازاي؟ هو طلقها، هتبقى زوجته اللي كانت معاه. اللي هي آخر واحدة ليه على زوجته؟ لما طلقت فارقته. مفهوم. فلم يصبح زوجا لها حتى تكون نخيره. هتختار الاثنين. كونها انها ما اتجوزتش بعدك هي برضو مش تحت وطئتك. خلاص طالما العده انتهت. بالظبط. خلاص ما بقتش زوجته. خلاص خلصت القصه. طبعا مش هيتجوزها اصلا. مفهوم. هتبقى اللي معاه هي اللي زوجته. جميل. طيب مولانا دلوقتي السؤال ده متكرر. بتقول للست ان ظروفها صعبه ومعاشها قليل مش بيكفي مصاريف البيت، هل ممكن ان هي تاخد قرض لان ده الوسيله الوحيده اللي تقدر تفتح بيها مصدر رزق لنفسها؟ جميل. دايما فتاوى البنك، ودي انا عاوز المشاهدين ياخدوا بالهم جدا، فتاوى البنوك فتاوى مؤسسيه. بمعنى ايه؟ يعني تجيب فيها دار الافتاء المصريه. جميل. فاحنا بنقول لامنا اللي محتاجه تجيب كارد، حضرتك كلفي نفسك بمشوار لدار الافتاء او مكالمه. ده دار الافتاء على مدار الساعه موجودين. بالظبط. يا ريت يا استاذه فاطمه تجيب لنا رقم دار الافتاء او مركز الازهر العالمي للفتره الالكترونيه برضه. بس في حاجه يا دكتوره نانسي، انا عايزها ترفع الهاتف او تروح وتسال دار الافتاء. لو دار الافتاء قالوا لها هاتي كارد، لا تسالي احدا بالظبط. ما تقدريش تسالي ناس كتير. ما تروحيش لامام المسجد تساليه او لقريبك يعوم يرد يعني يشككوكي. طب لو قالوا لك حرام، لا تسالي احدا بعده. جميل. لو مفهوم خلاص المصدر بتاعنا في حلال هاتي كارد. قالوا لك حرام ما تجيبيش كارد، انتهى. جميل.
ربنا يبارك فيك يا مولانا ويكرم كل مشاهدينا يا رب. احنا معانا اسئله سوشيال ميديا كمان. طيب بس في سؤال مهم قوي، هل في ادعيه مستحبه في شهر رجب زي اللي بتجيلنا على الواتساب والفيسبوك يقولوا بدايه رجب ادعوا في اول اسبوع كذا كذا بعد صلاه العشاء من المجربات كذا كذا، هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختص شهر رجب باي دعاء معين؟ جميل. لم يرد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص رجب بدعاء معين خالص، حتى لم يرد ان النبي خص رجب بصيام يوم معين الا في حديث واحد. الحديث ده اخرجه ابو داود والامام احمد وسنده جيد، يعني سنده حسن يعمل به، ان كان في رجل من باهلة جه للنبي صلى الله عليه وسلم، من قبيلة باهلة جه للنبي، وبعد عام التقى بالنبي مرة اخرى فالنبي معرفوش، فالرجل قال للنبي انا الذي قابلتك منذ عام، شكله تغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الذي غيرك وقد كنت حسن الهيئة، انت كنت جميل وكنت احسن من كده، ايه اللي حصل لك؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ذقت طعاما منذ فارقتك الا بليل، يعني بقاله سنه صايم. فالنبي ما عجبوش السلوك ده فقال له لما عذبت نفسك، صوم شهر الصبر اللي هو رمضان ويوما من كل شهر. فقال للنبي ان بي قوه زدني، راجل صام سنه ما هيصوم يوم في الشهر اكيد عاوز زياده. فالنبي قال له صم شهر الصبر ويومين وثلاثة، فقال له زدني زدني. فالنبي قال له ايه؟ صم من الحرم، وقال انظر يا دكتورة نانسي، صم من الحرم وقال بثلاث أصابع، دي كناية عن الإمساك، واترك. صم من الحرم واترك، وقال بأصابعه الثلاثة ضمها وأرسلها ثلاث مرات. الإمساك كناية عن الصيام، والإطلاق هكذا كناية عن الإفطار. من هنا العلماء قالوا رجب من الأشهر الحرم، فالصيام فيه سنة، لأن النبي قال صم من الحرم واترك، اللي هو صم يعني من الحرم واترك. اثنين وخميس الايام. طيب القمريه النبي من هديه كان بيعمل ايه؟ كان بيصوم على مدار العام الاثنين والخميس، بيصوم سرور كل شهر 13 14 15. بنقول للمشاهدين الكرام تدرب على الصيام واعمل السنه دي. طب حبيت تصوم يوم ويوم؟ لا، فرجب صوم براحتك. النبي كان بيصوم صلى الله عليه وسلم من الحرم، قال صوم من الحرم واترك. ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص اي، ما قالش على اي حاجه في رجب تتعمل، ارجوكم، لان في حاجات بتنتشر يا دكتور على السوشيال ميديا. أيوة. لدرجه اللي ما بيعملهاش بيبقى خايف، يبعتوا يقولوا لنا طب انا قالوا لي ان لازم اول رجب ادعي بكذا وما عملتش كذا. ما فيش الكلام ده يا جماعه، لازم تاكدوا من صحه الاحاديث واسنادها. أيوة. من فضلكم. طيب دكتور، عايزين تعرف من حضرتك دلوقتي ايه الحسنات المضاعفة، أعمل إيه عشان تتضاعف حسناتي؟ جميل. المؤمن يتاجر مع الله عز وجل، هل أدلكم على تجارة؟ هناك تجارة مع الله عز وجل. التجارة أني أنا أحافظ على صلواتي، اتفقنا على الكلام ده. جميل. أن أزايا لا يصل للناس، أن الجانب المعاملات مهم جدا، لا تحصر عبادتك وانت في رجب وشعبان ورمضان على المسبحة وعلى المحراب وعلى المصحف. المعاملات دي أمور جميلة، لكن الأمور دي تربي فيك أنك تحسن للناس. خير الناس على الإطلاق أنفعهم للناس. سؤال الله صلى أي العمل أحب إلى الله؟ سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. كده احنا فهمنا من حضرتك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه إحنا عبادتنا دي في صحائفنا إحنا، عبادتك. نعم. صلاتك، صيامك، ذكرك، ده يخصك أنت. نعم. لكن أنت ما اتخلقت عشان تعمل كده بس، أنت اتخلقت علشان تبقى كمان معاملاتك حسنة مع الناس. طبعا. بالإضافة إلى عبادتك اللي إحنا بنقول وبنزكي ودايما بنقول يا جماعة أرجوكم ما تتهونوش في الصلوات أو في العبادات. دكتور عاشور، احنا قد ايه مبسوطين بحضرتك النهارده. الله يديك الصحه. وطب قبل ما نختم مع دكتور عاشور دلوقتي سؤال ضروري جاي. نعم. هل السيئات بتتضاعف في شهر رجب؟ العلماء لهم اتجاهان، لهم اتجاهان. اتجاه بيقول ان السيئه لا تضاعف، اتجاه بيقول السيئه تضاعف، يعني لو عملت سيئه تضاعف، يبقى الاسم فيها كبير. يا رب. اتجاه تاني بيقول لا تضاعف، تعظم، تعظم. وانا مع هذا الاتجاه. لا يعني تضاعف برضو. ليه؟ لان ربنا قال من عمل حسنات، من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. يعني احنا نركز في العمل الصالح وفي الحسنات. لكن السيئه أرجو. بتعظم يا دكتوره نانسي، بتعظم ازاي؟ يعني اسمها كبير، انت كده عملت حاجه عظيمه. الذنب في اي وقت هو ذنب، لكن في ايام المباركه والايام المحرمه زي رجب والاشهر والزمن الشريف الذنب يعظم فيه.
لكن لا يضاعف، لأن رحمة الله أوسع من أن يضاعف علينا الذنوب. والله يا ربي ما عبدناك حق عبادتك. طيب بفكركم فكر نفسي، رقم دار الإفتاء المصرية 107، يمكنك يا مشاهدتنا العزيزة الاتصال، وأي مشاهد عنده سؤال خاص بالفتوى يكلم دار الإفتاء المصرية، وكلهم مشايخ بنحسبهم على خير، وهي الجهة يعني المسؤولة في مصر عن صدور أي فتوى. فأرجوكم بلاش نلف وندور حوالينا وما تسألوش الناس أصحابكم، ارجعوا للمصدر الرئيسي للإفتاء في الدولة هو دار الإفتاء المصرية. فضيلة الشيخ الدكتور عاشور أبو العيلة، كل عام وحياتك بخير وشرفتنا في باب نور. وحضرتك والأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة. آمين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. آمين يا رب. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة على الهواء مباشرة، وبفكركم أن إحنا هنكون معاكم جمعة وسبت وحد واثنين على الهواء مباشرة في نفس توقيتاتنا. تقدروا من خلال أرقام تليفونات البرنامج تطرحوا المواضيع اللي أنتوا عايزين نتكلم فيها، أو أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة قناة هي أو صفحتي الشخصية، وبإذن الله ربنا يقدرنا ونتناولها على مدار الأربع أيام في الأسبوع. أتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا، وبإذن الله أراكم بكرة في نفس الموعد على الهواء مباشرة الساعة 3. من فضلكم اعملوا شير، وعوا الناس بفضل شهر رجب وبالأعمال، وبإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما اختصش رجب بأي حاجة معينة. فأرجوكم وعوا الناس وعملوا شير للفقرات، وخليكم كده دايما باب نور لكل اللي حواليكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وكانت معكم نانسي توفيق. وقبل ما نختم، ما ينفعش نكون في حضرة فضيلة الدكتور عاشور أبو العلا وما نسمعش منه دعاء نختم بيه الحلقة. فبسلم عليكم وأشوفكم بكرة بإذن الله تعالى، وأترككم مع الدعاء. تفضل يا مولانا. اللهم يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، صل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتول اللهم أمرنا وأحسن اللهم خلاصنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رضنا برضاك وأسعدنا بتقواك واملأ قلوبنا محبة منك وأخرج منها سواك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. فرج هم المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم املأ قلوبنا باليقين، ثبتنا على هذا الدين، اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم يا رب الركن والمقام والمشعر الحرام، أبلغ رسول الله منا أزكى تحية وأعطر سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.